وللمزيد حول حركة استقبال المساعدات الدولية عبر مطار العريش الدولي يرصده لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث على الجانب المصري من بوابة معبر رفح المصرية وأيضا مدينة العريش. نتحدث بالطبع عن آخر ومستجد الأحداث والأخبار، وهو استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال على جنوب قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح. هذا القصف المستمر من الطائرات الحربية والمدفعية لا يتوقف على الإطلاق، يستهدف شرق رفح ويستهدف أيضا غرب رفح. نتحدث عن توسعة جديدة لقوات الاحتلال في عملياتها داخل مدينة رفح بعد أن قالت من قبل أنها كانت عملية محدودة، إلا أن هذه العمليات تم توسيعها منذ صباح اليوم، وأيضا تم تحديد أماكن أخرى لينزح إليها المواطن الفلسطيني من رفح إلى أماكن أخرى مثل مدينة المواصي داخل أيضا وسط قطاع غزة. تتحرك آلاف يعني الفلسطينيين بالفعل من أماكنهم ومن أماكن نزوحهم الأولى بالفعل إلى الأماكن الجديدة الأونروا، وتتحدث عن ما يقرب من 150 ألف نازح منذ احتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية. أيضا يعني قوات الاحتلال تتحدث عن ما يقرب من 300 ألف نازح، لذلك تتضارب الأرقام بين الأونروا وقوات الاحتلال، ولكن هذا لا يقلل من حجم المأساة. ف150 أو 300 ألف نازح هو عدد كبير جدا، وهيؤجج المعاناة الإنسانية لأشقاء في قطاع غزة، وهذا ما أكدت عليه مصر بالفعل في الأمم المتحدة، أن ما يحدث الآن هي كارثة إنسانية، وهو يؤدي إلى التصعيد الكبير ويؤدي إلى عدم استقرار، وهو ما صرح به أيضا وزير الخارجية سامح شكري عندما تحدث عن ما يحدث في مدينة رفح، هو يؤدي إلى عدم استقرار للمنطقة وخصوصا في ظل التصعيد بين جميع الأطراف. نتحدث أيضا عن استمرار استقبال يعني أو إرسال المساعدات من الناحية المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة عن طريق اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية، وهي مليئة بأكثر من 600 طن من المساعدات المصرية ليتم إيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، إلا أن بوابة معبر رفح وكرم أبو سالم مفتوحة من الناحية المصرية، ولكن قوات الاحتلال تغلقها وتمنع دخول المساعدات من الناحية الأخرى. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.